عندها شو اسمه مال غدد الصم، تتابعهم وتكشف عليهم وتؤدي لهم الفحوصات بكل شهر. نظرتكم انه العراق الان باكثر ناس مصابين بداء السكري والضغط وتفاصيل الامراض المزمنه، او اكو تحسن؟ والله هو مو يعني احنا نقول ان شاء الله تحسن، وهو مو اكثر مصابين، هو حال دول العالم. لان ليش؟ لان ما قاعدين ياخذون غذاء صحي، ما قاعدين يمارسون الرياضه، فاكثرهم يلتجئون. يعني ما يفطر الطفل، الام ما تقوم تسوي ابنها افطار صباحي صحي، ياخذ اكل صحي، كلها ملتهين على الاكل الحلويات، اكل الاكلات السريعه، اكل الكربوهيدرات الزياده للجسم، تعطي يعني سمنه وتعطي غير صحه، تعطي يعني بدانه. هذه توجيهات عندكم بالمراكز الصحيه، بتوجيهات اولياء الامور او الام بالتحديد؟ احنا قسم تعزيز الصحه نعمل تثقيف دائما، لقاءات فرديه ومحاضرات وندوات صحيه للمؤسسات الحكوميه والمدارس. هسه بشكل يومي نذهب الى المدارس نعمل برنامج على الغذاء الصحي وعلى الافطار الصحيح. الافطار الصباحي لازم نحن ناخذ الافطار الصباحي وناخذ الاكل الصحي. موفقين ان شاء الله. تسلم. جدا سعداء. تسلم. الله تحيه.